الحوار الاجتماعي اللي عرفته الحكومه مع النقابات هو حوار اجتماعي لا يحتاج في كل مره ان نؤكد لا يخضع للتاكيد لانه هذا اتفاق وهذه اتفاقيات وقعت اتفاقات وقعت مع النقابات فيها زيادات سوف يتلقاها الموظفون طبعا في داخلي لان هناك عمل خاص تقوم به الحكومه هناك مجموعه من الاجراءات لكن سوف تتوصل جميع الموظفين المعنيين بهذه الزيادات كلهم غيتوصلوا بهذه الزيادات سواء هذه اللي مبرمجه هذه السنه او اللي مرتبطه بالسنه المقبله فما كاين حتى شي اشكال في هذا الموضوع هذا ما تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس